شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح نائبا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا أن يكون العيد سعيدا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح في أرض الوطن، وأن يجعل مصر وأبنائها مسلمين ومسيحيين في ترابط، وأن تنعم مصر دوما بالاستقرار والأمن، مؤكدا أن مصر بلد السلام والمحبة لكل الأديان. Se para dar certo. Cristo se insulta na terra e na terra.